السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم في موضوع جديد هو مبني على فكرة الـ vSphere Cluster، وهو موضوع الـ vSphere Cluster Service أو اختصارا الـ vCLS. فكرة الـ vCLS هو موضوع جديد، أول ظهور ليه كان في الـ vSphere 7 Update 1، أو بمعنى أدق في الـ vCenter 7 Update 1، لأنه مرتبط أكثر بوجود الـ vCenter 7 Update 1. يعني ممكن لو عندك الـ A6i 7 بدون أي Update أو 6.7 أو 6.5 هينفع برضو فكرة الـ vCLS تكون موجودة معنا. فكرة الـ vCLS، ويمكن في خلال المحاضرات اللي فاتت لما تكلمنا على الـ vSphere HA والـ DRS، لما عملنا كريت كلاستر وضفنا هوستات فيه وعملنا انيبل للـ HA والـ DRS، اتكريت عندنا بعض الـ VMs بدون أي تدخل مننا، اتكريتهم اوتوماتيك وكان بيبقى الاسم بتاعهم vCLS 1 vCLS 2 3 حسب المسمى. ده شيء جديد زي ما قلنا في الـ vCenter 7 Update 1، وهو بيعمل تطور كبير جدا في السيرفيس اللي مبنية على الـ vSphere Cluster. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الـ vSphere Cluster هو بيقدم لنا 3 سيرفيس مهمين جدا، اللي هي الـ vSphere HA والـ vSphere DRS والـ vSAN. بداية من الـ vCenter 7 Update 1، فيموير عملت الـ vCLS VM دي كده زي ايجنت بينزل اوتوماتيك علشان هو يخدم السيرفيس اللي مبنيه على الكلاستر، وبمعنى ادق هو بيخدم فقط الـ vSphere HA والـ DRS، الـ vSAN مازال شغال لوحده. طب يعني ايه الكلام ده؟ هنقول مثلا ان كان فيه يعتبر مشكله كانت بتقابلنا في الاصدارات اللي قبل الـ vCenter 7 Update 1، ان لو الـ vCenter مثلا انت كريت في كلاستر وعملت انيبل للـ DRS، فخلاص الـ DRS شغال بشكل فول اوتوميتد، بيعمل لود بالانس للود على ما بين الـ SXI اللي موجود. طيب لو الـ vCenter كـ VM نفسها او ابلاينس حصل فيه مشكله وباور اوف داون نوت ريتشابل للايه للهوستات، هل الـ DRS كسيرفيس هتبقى شغاله؟ كانت الاجابه على طول لا، لان الـ DRS علشان يشتغل لازم الـ vCenter يكون شغال. عكس بس ان الـ HA ممكن يشتغل بدون ما يكون الـ vCenter شغال. طيب فدي كانت مشكله كبيره عندنا، ان احيانا لو انت بتعمل مثلا ابديت للـ vCenter وهو دلوقتي مثلا بيعمل ريبوت، او الـ vCenter داون لاي سبب او كوربتد وانت بتحل المشكله فيه، فكانت الـ DRS حتى لو انت عامل لها انيبل ما كانش بيبقى ليها اي فايده. فبوجود فكره الـ vCLS الـ VM دي هي بتقوم بوظيفه الـ DRS، ان هي بينزل لك اكتر من VM، هنعرف العدد بتاعهم بيتحسب ازاي. باي ديفولت اوتوماتيك اول ما تعمل انيبل للـ DRS او الـ HA على مستوى الكلاستر وتضيف على الاقل هوست داخل الكلاستر، بيبدا تتكريت الفيرتشوال ماشين دي. فالفي ام دي بكل بساطه ده يعتبر كده زي ايجنت او ابلاينس بسيط جدا، الريسورسز بتاعته بسيطه زي ما هنشوف كمان شويه. هو الهدف منه ان هو بيخدم الفي سفير كلاستر سيرفيس اللي هي الاتش اي والدي ار اس. طيب اهم نقطه ان ده بدايته كانت في الفي سنتر 7 ابديت 1. يعني حضرتك لو عندك حاليا مثلا في سفير 6.7 او 6.5 عملت ابديت لل 7 ابديت 1، او عندك 7 ابديت 7 بدون اي ابديت بالنسبه للفي سنتر عملت ابديت لل 7 ابديت 1، اوتوماتيك هتلاقي الفي ام دي هتتكريت، لان انت مكريت اوريدي كلاستر وعندك اتش اي او دي ار اس، فالفي ام دي هتتكريت على طول. دي بعض المعلومات هنا اللي تخص ال في سي ال اس زي ما قلنا بدايته في الـ vCenter 7 Update 1. نيجي لنقطة تانية مهمة جدا اللي هي النقطة الأخيرة عندنا هنا، إنه ما بيشترطش إن الـ A6i اللي داخل الكلاستر لازم تكون 7 Update 1، لا، هو الشرط عندنا إن يكون الـ vCenter هو اللي 7 Update 1، لكن ممكن تكون الكلاستر دي فيها هوستات 6.5 6.7 أو 7 بدون أي أبديت برضه هيتطبق معاها فكرة الـ vCLS، لكن الشرط فقط من ناحية الـ vCenter هو اللي لازم يكون 7 ابديت 1 عشان يظهر عندنا الفي امز اللي هي بتاعت الفي سي ال اس، وتبدا تخدم الفي سنتر ان هي تقوم بالوظيفه بتاعته. طيب تاني نقطه عندنا ان مثلا بالنسبه للدي ار اس، لان الدي ار اس معتمد بشكل كبير جدا على الفي سي ال اس كسيرفيس، ان لو الفي امز اللي هي خاصه بالفي سي ال اس اصبح في اي مشكله لاي سبب، اتعمل لها باور اوف، حصل مشكله مثلا في الاستورج كوربت، المهم ان هي مش شغاله، فبالتالي ده بيأثر على السيرفر بتاع الدارس حتى لو الفي سنتر شغال. فبالتالي وجود الفي امز اللي هي الخاصه بالفي سي ال اس على الاقل واحده منهم لازم تكون شغاله،
ليه؟ لان لو مش شغاله او حصل في مشكله، حتى لو الفي سنتر موجوده، ده بيأثر على كفاءه الشغل الخاص بالدي ار اس. ودي نقطه مهمه جدا، حتى في رساله مشهوره جدا احنا هنا عاملينها، ان بتلاقي الرساله دي على مستوى الكلاستر. انت مثلا الفي سنتر بتاعك شغال، والكلاستر بتاعك في اكتر من هوست، وفي ريسورسز كافيه، وعامل انيبل للدي ار اس والاتش اي، لكن بتلاقي الرساله دي، تبدا تشوف هتلاقي الخلاصه بتاعتها، ان يقول لك خلي بالك ان الفي سي ال اس كفيرشوال ماشين ان هي يعتبر ريكوايرد. ريكوايرد ليه؟ انت اوريدي زي ما قلنا الفي امز الخاصه بالفي سي ال اس بتتكريت باي ديفولت، لكن احيانا زي ما قلت لحضراتكم الفي امز ده حصل في اي مشكله، مثلا كنت حاطط على ستورج معانا والستورج ديت ديسكونكت، فبالتالي الفي ام مش شغال، لان زي ما هنشوف كمان شويه ان الفي ام ديت ما بنقدرش نتحكم في غالبيه السيتنج بتاعتها، فبالتالي بتكون ان هيلسي، فبالتالي بتكون الدي ار اس كسيرفيس عندك ان هيلسي. هي مش معنى كده ان الدي ار اس مش هيشتغل 100%، لكن بيشتغل، لكن بيبقى فيه مشاكل كتير جدا. فبالتالي اول ما تشوف الرساله دي تعرف على طول ان انت عندك في مشكله في الفي سي ال اس فيرتشوال ماشين او الفي سفير كلاستر سيرفيس في امز. طيب ايه المواصفات بقى الخاصه بالفيرتشوال ماشين اللي هي الفي سي ال اس؟ طبعا اول حاجه زي ما قلنا هي اوتوماتيك، بتنزل باي ديفولت بدون اي تدخل منا، بمجرد ما انت بتعمل انيبل للدار اس ويكون في هوست او اكتر داخل الكلاستر. طب هي اصلا عمليا هو يعتبر بيبقى السورس بتاع الفيرتشوال ماشين دي موجود امبيدد في الداتا بيس بتاع الفي سنتر، هو يعتبر او في اي، وبيبقى تعمل لها ديبلوي اوتوماتيك، ما بتاخدش ثواني بتكون جاهزه. ليه؟ لان الريسورسز بتاعتها بسيطه جدا. يعني شوف، يعني بتاخد واحد فيرتشوال سي بي يو 128 ميجا ميموري، 2 جيجا هارد ديسك، حتى بيبقى سن. هي اصلا في الاساس ايه الاوبريتنج سيستم بتاعها؟ مبني على الفوتون، يعني حتى يقول لك مينيمم انستليشن في الفوتون، يعني مشغل لك سيرفيس بسيطه جدا. علشان كده هو ما بتاخدش اي ريسورس، الريسورسز بتاعتها بسيطه جدا، يعني واحد فيرتشوال سي بي يو 128 ميجا ميموري، 2 جيجا للديسك، هو ديسك واحد الموجود. طبعا مش احنا اللي بنعمل ديبلويمنت، هي اوتوماتيك بتبقى موجوده، فالريسورس بتاعتها بسيطه، ما بناخدهاش في الاعتبار خالص في اي سايزنج حتى بنعمله، وما بيكونش عليها اي نتورك انترفيس، لان هي يعتبر تقدر تقول امبيدد سيرفيس اصلا موجوده، مش محتاج ان يكون عليها اي سيرفيس. طيب الديبلويمنت بتاعها هو اوتوماتيك، بتختار يعني بتنزل طبيعي على الهوستات اللي في داخل الكلاستر اللي عندنا. طيب هي من دي من ناحيتها ان هي بتنزل او بتتكريت على شيرد ستورج. طب هيختار انهي شيرد ستورج؟ هو اوتوماتيك بياخد الستورج او الداتا ستور تكون شيرد داتا ستور، دي الاولويه، بالاضافه اللي يكون فيها مساحه اكبر، مع العلم ان هو مش محتاج مساحه كبيره، لكن هو بيختار الداتا ستور على اساس الداتا ستور اللي فيها مساحه اكبر. طب لو ما فيش شيرد ستورج عادي، ممكن تنزل على لوكال داتا ستور لاي اس اكس اي موجود عندنا. ده كده اللي يعتبر الريسورسز الخاصه بالفيرتشوال ماشين اللي هتتكريت عندنا. طيب نيجي بقى لنقطه مهمه، هو كام فيرتشوال ماشين او كام في سي ال اس فيرتشوال ماشين هتتكريت عندنا؟ ده بناء على عدد الاي 6 اي اللي في الكلاستر، بنبدا نقول كام فيرتشوال ماشين في سي ال اس هتتكريت عندك. يعني احنا لو زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتت لما ظهر قدامنا اسامي الفي امز اللي هي الفي سي ال اس، وقلت لكم هنشرحها بالتفصيل بعد كده، كان عندنا 3 في ام. طيب هل احنا كان عندنا 3 في سي ال اس في امز عشان احنا عندنا 3 هوست في الكلاستر؟ هقول لك القاعده بتاعتها كالتالي، لو انت عندك اي اس اكس اي واحد في الكلاستر فبيكون عندك في ام واحده في سي ال اس، لو عندك 2 اي اس اكس اي بيكون عندك 2 فيرتشوال ماشين في سي ال اس، لو عندك 3 اي اس اكس اي بيكون في 3 فيرتشوال ماشين في سي ال اس، طب لو اكتر من 3 هم الماكسيمم 3، يعني لو الكلاستر بتاعتك فيها 10 هوست هيبقى 3 في سي ال اس بس، بيتوزعوا على اي 3 هوستات موجودين. فبالتالي الكلاستر بتاعتك فيها هوست واحد يبقى في ام في سي ال اس واحده، 2 هوست يبقى عندك 2 في ام، 3 هوست 3 في ام، واكتر من كده هو 3 في ام. ده باي ديفولت، احنا ما نقدرش نتحكم في العدد ولا نزود ولا نقلل. ولو انت مثلا عندك 10 هوست ومتكريت 3 فيرتشوال ماشين اتكريت اوتوماتيك، لو في اي في ام فيهم فيها مشكله ده بيديك رسائل تحذير ان فيها مشكله. طيب ده بالنسبه لعدد الفي امز اللي موجوده عندنا. نيجي لنقطه ثانيه، هل بنحتاج ان احنا نعمل ابجريد للفي امز دي؟ هقول لك لا، هو لو في اي ابجريد في اي اصدار بعد كده هو بيحصل باي ديفولت. يعني طبعا زي ما قلنا هو بدايته في الفي سنتر 7 ابديت 1، لكن في
مع الاصدارات اللي بعد كده اللي هي 7 ابديت 2 وابديت 3 اللي موجود حاليا، فيمور بتحاول من وقت للتاني تعمل انهانسمنت في الفيمز دي. يعني كان زمان ما نقدرش نتحكم فيها خالص ولا ندلتها، ويعني مش ندلتها ان احنا حتى نعمل باور اون او باور اوف فيها. في بدايه من 7 ابديت 2 بداوا يطوروا 7 ابديت 3 ان احنا مثلا دلوقتي كاوبشن ان انت تقدر تعمل لها مايجريت من داتا ستور لداتا ستور ثانيه. كان في اول اصدار فيها اللي هو 7 ابديت 1 ما كنتش تقدر تعمل مايجريت، ما كانش ينفع تعمل لها انت افينيتي رول. حاليا في 7 ابديت 3 اصبح ان انت تعمل افينيتي رول خاص بيها. فعمليا في تطور كتير من فيرجن للتاني، لكن اجمالا الليميتيشن الموجود فيها ما بيأثرش معانا خالص. هي الفيرشوال ماشين بتتكريت اوتوماتيك، احنا الهدف بتاعنا دايما اهم شيء ان تكون باور اون وما يحصلش فيها اي مشكله. طيب لو جينا بقى للنقطه، هل في ابديت بنحتاجه؟ من اصدار للتاني احيانا بيبقى في بعض الابديت للاو في اي. فايه اللي بيحصل لما انت بتعمل ابديت للفي سنتر نفسه؟ هو بيابديت الاو في اي فايل اللي داخل الفي سنتر. فبالتالي لما بتعمل ابديت للفي سنتر تبوش الابديت نفسه، هو اوتوماتيك بيعمل ابديت للفي سي ال اس. فبالتالي احنا في عمليه الابديت ما بنحتاجش ابديت الفي امز اللي هي الفي سي ال اس في حد ذاته، هو بيحصل لها ابديت بشكل اوتوماتيك. طيب طبعا احيانا ان هو لما بيعمل الابديت ده ان هو بيكريت الفي ام جديده ويدلت القديم، زي ما احنا شايفين هنا في البروسيس اللي عندنا كخطوات، ان هو دلوقتي الفي سنتر بتاعنا بيابديت الاو في اف اللي هو موجود عليها، الفي سي ال اس مانجر اللي هو السيرفيس اللي عليها بتكلم الفي سنتر اللي هو الاي ام ده الايجنت اللي على الفي سنتر، ان هو يعتبر بي ايه بيعمل باور اوف للفي ام القديمه ويكريت في سي ال اس جديده ويدلت القديم. طبعا ده كله احنا ما بنلاحظوش لان الموضوع بيبقى ايه سريع جدا. يعني انت حتى لما هتشوفوا ان هي الفي سي ال اس ده وهي بتتكريت في الاول ما بتاخدش مثلا دقيقه دقيقتين بالكتير لو انت عندك حتى الاستورج بطيئه شويه. فعمليا الموضوع ده بيحصل سريع جدا، لكن هي النقطه بالنسبه لنا هنا عمليه الابجريد للفي سي ال اس بيحصل اوتوماتيك بدون اي تدخل بيننا. ده طبعا في حاله لو هو فيه ابديت، لان مش الزام انه من الفي سنتر من اصدار للتاني هيكون فيه ابديت يخص الفي سي ال اس. طيب نيجي النقطة ملاحظة أخيرة قبل ما نشوف الموضوع ده بشكل عملي. هل عدد الفي سي ال اس فيرتشوال ماشين هي مرتبطة بالعدد بالفي سنتر ولا بعدد الهوستات اللي في الفي سنتر ولا بالكلاستر؟ هقول لك عدد الفي سي ال اس فيرتشوال ماشين زي ما قلنا مثلا ان هو ماكسيمم 3، ده بيتكريت له على مستوى الكلاستر. فبالتالي لو انت عندك مثلا في نفس الفي سنتر 3 كلاستر وكل كلاستر فيه 10 هوست، يبقى انت على كل كلاستر ده هيبقى عليه 3 في سي ال اس فيرتشوال ماشين ديديكيتد للكلاستر ده. فبالتالي يبقى عندك اجمالي كده 3 كلاستر وكل كلاستر فيه 3 في سي ال اس في ام، يبقى انت عندك 9 في سي ال اس في امز. عندك 10 كلاستر يبقى كل كلاستر وكل كلاستر فيه اكتر من 3 هوست، يبقى هيبقى فيه 30 مثلا في سي ال اس. طيب نيجي بقى لسيناريو غريب شويه. لو احنا حاولنا نمايجريت فيرتشوال مايجريت هوست من كلاستر لكلاستر ثاني، بمعنى تخيل كده احنا في الرسم هنا ده كلاستر 1، بطبيعه الحال هيبقى فيه 3 في سي ال اس على الهوستس اللي على الكلاستر، لان عندنا هنا 4 اي 6 اي. الكلاستر الثاني برضه هيبقى فيه 3 في سي ال اس خاص بيه. طب لو احنا دلوقتي عملنا مايجريت ل الهوست من كلاستر 1 لكلاستر 2، دي في الحاله دي بقى بيبدا يحصل عندنا مشكله شويه. ايه اللي بيحصل عندنا؟ لو احنا دلوقتي عملنا مايجريت للكلاستر ده لكلاستر تاني لكن كان الاصدار اقل من ال 7 ابديت 1، ايه اللي بيحصل؟ ان الفيس لو هو الهوست ده عليه في سي ال اس خاصه بيه، هيبدا الفي سي ال اس دي تدلت لان الكلاستر الثانيه ليها الفي سي ال اس الموجوده فيه. طيب في سيناريو ثاني اللي هو بالاصفر ده، ان انت ممكن يكون الهوست ده انا نقلته من كلاستر لكلاستر ثاني لكن الكلاستر الثانيه ده في في سنتر ثاني، والفي سنتر الثاني ده اصلا الاصدار بتاعه 7 مثلا في سنتر 7 او 6.7 ما يفهمش اصلا حاجه اسمها في سي ال اس. في الحاله ديت ايه اللي يحصل؟ الفي امز مش هتدلت اوتوماتيك. يعني احنا لو في نفس الفي سنتر و 7 ابديت 1 التو كلاستر، خلاص الهوست لما يتنقل من كلاستر لكلاستر على فرض، طبعا سيناريو نادر لكن برضو نقطة مهمة، لو الهوست نقلته من كلاستر للتاني عملت، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الفي ام اوتوماتيك بتدلت. لكن لو نقلت بقى من في سنتر
7 ابديت 1 او 7 ابديت 2 لمثلا في سنتر 6.7. في الحاله دي الفي سنتر 6.7 ما يفهمش حاجه اسمها اصلا في سي ال اس. طب ايه اللي يحصل للفيرتشوال ماشين؟ هو مش هيقدر يكريت ادالتها لانه مش هو اللي مكريت. ففي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي انت لازم تعمل لها باور اوف بنفسك وتدلتها زي اي فيرتشوال ماشين بشكل مانوال، لان غير كده هتفضل موجوده مش هيبقى في منها اي فايده. ده السيناريو لو احنا بتعمل موف لاس 6 من كلاستر للتاني. طبعا ده سيناريو مهم لان احيانا دي بتعمل مشكله عندك، بالذات لو بتنقل من في سنتر لفي سنتر تاني والاثنين بقى 7 مثلا ابديت 1 او 7 ابديت 2، فبالتالي فاهمين يعني في سي ال اس، واوتوماتيك الفي سنتر فيه الثلاثه في سي ال اس بتوعه، وانت نقلت له هوست وفيها في ام في سي ال اس، ايه اللي بيحصل؟ ده بتعمل لك مشاكل، فلازم ناخد اكشن ان الفي امز دي تعمل لها ريموف. طيب خلونا كده نشوف الموضوع ده بشكل عملي. لو احنا دخلنا هنا كده على الفي سنتر الخاص بينا، ده كايرو كلاستر اللي هي يعتبر كونفيجر اوت فيها الدي ار اس انيبل، الفي سفير اتش اي انيبل، فبالتالي اللي يحصل المفروض يكون عندنا الفيرتشوال ماشين الخاصه بالفي سي ال اس. طيب فين الفيرتشوال ماشين؟ لو احنا بصينا ادا الثلاثه هوست وده الفي امز اللي موجود عندنا، مفيش اي فيرتشوال ماشين اسمها في سي ال اس. هقول لك ده شيء طبيعي لان انت ما تقدرش تشوفهم من الهوستز انت كلاستر. علشان تشوف الفيرتشوال ماشين يا اما تيجي في الجزء اللي هو بتاع الفيرتشوال ماشين التمبلت، هتلاقي اصلا في فولدر اسمه في سي ال اس، وده بيتكريت اوتوماتيك، يعني ده بيتكريت اوتوماتيك، وجواه بقى هتلاقي عدد الفي سي ال اس اللي عندك. زي ما قلنا احنا مثلا عندنا 3 هم في سي ال اس، ليه؟ لان احنا عندنا في الكلاستر ده 3 هوست. طب لو ضفت هوست رابع او خامس او سادس هل هيتكريت في سي ال اس زياده؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا الماكسيمم بتاعنا 3. طب لو عندنا 2 اس 6 اي يبقى 2 بس، لو اس 6 اي 1 يبقى في سي ال اس في ام واحدة. وطبعا انت بتلوم دايما هما بيتقسموا وبيتوزعوا ما بين الهوستات اللي عندنا، فهنا تقدر تشوف الفي ام دي. طب لو شفنا الريسورسز بتاعتها، احنا زي ما قلنا من شويه ان هي 128 ميجا بايت وواحد سي بي يو و2 جيجا هارد ديسك اهو، يعني يعتبر هنا المساحه حوالي 128 ميجا، 2 جيجا هارد ديسك وبيكون سن وواحد سي بي يو. ونلاحظ هل في نتورك عليه ادابتور؟ لا مفيش، لان احنا زي ما قلنا ما هواش عليه اي نتورك، فبالتالي ما بيكونش ليه اي اي بي. يعني الفي سي اس الاولى على الهوست 111، الفي سي اس الثانيه على 112، والثالثه على 113. طبعا احيانا ممكن تلاقي الترقيم بادئ مظبوط، احيانا بتلاقي واخده ارقام، ممكن تلاقي مثلا يقول لك في سي ال اس 20 مثلا. طب هل انا عندي اصلا 20 في سي ال اس؟ لا، ما هو ده بيكون مثلا الاولى دي حصل فيه مشكله، فهو اوتوماتيك دلتها وكريت واحده جديده، فتلاقي الترقيم بيبدا ياخد ارقام كبيره. ما يفرقش معانا خالص الترقيم ده، لكن هي كنقطه بالنسبه لنا. طيب فبالتالي كده الفي امز الفي سي ال اس دي موجوده عندنا. هل انا اقدر بقى اعمل اديت مثلا في الريسورسز بتاعتها او السيتنج؟ يعني احنا لو جينا هو رايت كليك على الفي ام الاولى دي ونقول له ايديت سيتنج، شوف اوتوماتيك هيظهر لنا الرساله دي بيقول لك ان انت دي ما نقدرش ان احنا نعدل فيها، ويقول لك يعني لو انت حابب تعرف معلومات اكتر على الفي سي ال اس شوف النولج بيس دي. لو احنا قلنا له برضه بروسيد كده هنلاقي كل حاجه بالنسبه لنا بتبقى هدمت، يعني الواحد سي بي اهوت ما نقدرش نعدل فيه الميموري. يعني حتى طبعا واحد يقول لي ماشي، ما هو احنا ممكن مش قادرين نعدل هنا عشان الانيبل سي بي يو هوت اد مش انيبل. هقول لك انت اصلا ما تقدرش تاد اي ديفايس جديد، فانا عشان تتاكد ان النقطه دي كل حاجه اصلا هي بالنسبه لنا ديم، يعني ان انت مثلا تعمل لها باور اوف وتعمل انيبل للهود اد، او ان انت تعمل لها باور اوف وتعدل المعلومات ديت وهي باور اوف، مش هتعرف تعدلها. ليه؟ دي مقفوله ان انت تغير السيتنج بتاعتها. لو عدلت في حاجه ديت حتى لو قدرت تعدل وكده هتخلي الفي ام ديت تبقى كوربتد، فبالتالي ما نقدرش احنا نعدل في اي شيء فيها. يعني حتى عمليه المايجريشن كان دي الداتا تمايجريتها من داتا ستور لداتا ستور، دي اصبحت متاحه بس في ال 7 ابديت 3، يعني في 7 ابديت 1 ابديت 2 ما كناش نقدر نشينج الداتا ستور، هي نزل في داتا ستور معينه خلاص شغاله فيها. فبالتالي ده كده شكل الفي امز اللي عندنا. مفيش اي تدخل من خالص ولا نقدر نتحكم فيها. طبعا هو كاتب لك ان هو مانج باي في سنتر، فده الشغل بتاعها. طبعا انت لو عايز تشوف الحاله بتاعتها هل هي هيلسي والوضع بتاعها، طبعا لو في اي مشكله هو بيبقى عليها برضو ورننج وايرور هنا، لكن انت تقدر تشوف الحاله بتاعتها برضو. لو جينا هنا في المنيو ودخلنا في ادمنستريشن، في حاجه في الفي سنتر اسمها في السوليوشن حاجه اسمها في سنتر سيرفر اكستنشن، اللي يعتبر الاي ام ايجنت اللي هو كان موجود في البرزنتيشن ده، الايجنت اللي على الفي سنتر اللي بيكلم الفي سي ال اس، وليه وظائف تانية كتير. يعني ده حد من اهم الايجنت اللي على الفي سنتر، اللي لو فيها اي مشكله الفي سنتر استحاله يشتغل. لو فتحناها كده
هتلاقي شوف في الكونفيجريشن اهوت جايب لك ان ايه الفي سي ال اس ده الباص بتاعه كاكستنشن موجود، الحاله بتاعته ايه نورمال ان هو شغال، و او الاستيت بتاعته انيبل والاستيت بتاعته نورمال، فهو كده شغال بشكل كويس. طب عايز تعرف الفي امز اللي موجوده، لو جينا كده هيجيب لك الثلاثه في سي ال اس. طبعا لو انت عندك كلاستر ثانيه هيبقى لها في سي ال اس خاصه بيها، كلاستر ثالثه رابعه عشره بحسب الكلاستر، زي ما قلنا بيكون ليها الفي سي ال اس الفيرتشوال ماشين بتاعتها بناء على كام اي اس اكس اي في داخل الكلاستر دي. يبقى هو ده الشكل بتاع الفي سي ال اس، عمليا ما بنحتاجش ان احنا ناخد اي اكشن عليها، حتى لو احنا عملنا باور اوف ليها اوتوماتيك على طول الفي سنتر لما بيشتغل بيشغلها اوتوماتيك، ما بنحتاجش ان احنا نعملها باور اون. يعني مثلا على الفرض ان انت في اي مينتيننس ويندوز مثلا هتاخدها او تعمل باور اوف للدات سنتر بتاعتها ونرجع نشغلها تاني، هل هتحتاج ان انت تباور اوف او باور اون؟ لا، حتى لو ما عملتش باور اوف وقفلت الاستات كلها عادي مش هيأثر فيها، لان لو حصل فيها كوربشن هي بينزل بدلها في ام جديد، ولما الفي سنتر او الاس اكس اي يشتغل هو اوتوماتيك الفي سنتر بيدي له امر ان هو يشغل الفيرتشوال ماشين دي. فعمليا احنا يعتبر هي كسيرفيس كل اللي مطلوب منك ان انت تتاكد بس ان هم شغالين باور اون وشغالين بشكل هلس، لان زي ما قلت لك لو فيهم اي مشكله بيأثر على الدي ار اس والاتش اي، بالذات الدي ار اس. الدي ار اس حاليا لو الفي سي ال اس فيهم اي مشكله بيأثر على الالجوريزم بتاعه اللي بيشتغل عليه. طبعا زي ما هنشوف هنا في الباور اون باور اوف تقدر تعملها باور اوف وشت داون، لكن نوت ريكومند ان انت تاخد الايه الاكشن ده. يعني حتى كان في اول اصدار ليه ما كناش نقدر نعمل لها باور اوف ولا باور اون، لكن حاليا اصبح متاح في ال 7 ابديت 2 والابديت 3، لكن الافضل دايما ان انت ما تاخدش اي اكشن عليها. يبقى هي دي كده فكره الفي سي ال اس الجديده زي ما قلنا بدايه من الفي سنتر 7 ابديت 1. موضوع هيبقى ليه تطورات كتيرة جدا في الاصدارات الجاية، لكن حتى الان هو يعتبر كده حللنا مشكلة كبيرة جدا ان الدي ار اس بالذات يقدر يشتغل حتى لو الفي سنتر ما هواش شغال في السيناريو ده. ده كده كان موضوعنا النهاردة، ونشوفكم قريب جدا ان شاء الله. السلام عليكم.